يبغى ندير لها جيب باسبوال، هتجيب باسبوال بغاتهم هذا ديال بنتي، بغاتو يجيو هابطين شي شويه. انا هبط اكثر من 14، غادي نهبط 20 هنا، ونجي لهنايا هكا خط مستقيم، وغادي نخرج 9 ديال السنتيم، ونحط هكا المسطره. ومن هاد الجهه هادي غادي نخرج واحد 7 سنتيم صافي هكا، ونحط 15 ندير هكا، نخلي غير سنتيم هكا. دابا غنطراسي في من التحت، صافي هذا غادي نضرب عليه هكا، حيت هذا هو الوجه، هنا غادي يكون عندي الجياب. صافي الجياب غادي نخرجهم من الطريف اللي عندي هنا اللي شاطلي، هنايا راه درت هاد الطريفات جبتو. هاد جيب باسبوالي عندو واحد كيجي عندو البندا على برا، انا غنوريكم الطريقه ديال الفصاله ديالها، وتشوفوا ان شاء الله في الخياطه ماشي بحال جيب باسبوال اللي مولفه كنصاوب معاكم. هنايا غادي نخلي بعدا هنا واحد جوج سنتيم ديال الخياطه، حيت هاد الثوب هذا ديال الصوفه راه كيتسل، من الاحسن نخليو جوج سنتيم. هنا عندي في الباندا غتكون فيها 15، وغادي نزيد جوج سنتيم ديال الخياطة، هي غندير فيها 17 العرض ديال الباندا، غندير فيها 5 وسنتيم ديال الخياطة اللي غيكون عندي من هنايا، هي غنزيد 7 صافي. هذه هي الباندا ديالنا هكا كتجي. مازال غادي الا بغينا نديروها مايله غنقص واحد السنتيم من هنايا، وغنقص سنتيم من هنايا، كتجينا بحال لي مايله، كتعطي منظر زوين. غنجي لهاد الجهه هاد القنت هذا، وغنقص سنتيم صافي. وغادي نصيل هاد السنتيم هذا، السنتيم هذا غنصيلو لهنا للقنت، وهذا غنصيلو لهنايا. صافي هادي هي الباندا ديالنا، تشوفو ان شاء الله تشوفو في الخياطة معايا كي غنديرو لها. ونحيد واحد جوج طريفات باش غادي ندير لصقهم مع الدوبلور. التسمة ديال الجيب غنديرها من الدوبلور باش ما يجينيش غليظ، حيت هاد الثوب ديال الصوفة غيجي غليظ من الداخل، غندير التسمة ديالو من الدوبلور. اول حاجة نبدا بها هي الجيب، كما شفتوا هذا هو داك القطعات ديال الجيب اللي فصلت هنايا. دابا غادي نخيط من هنايا، نبدا من هنا من هاد البلاصة، ونخلي سنتيم وندور مع هنا، هذا هو اللي غيكون لاصق ليا في الدوبل. كما شفتو
هكايا. دابا غندوز غندير له عبر الصباط، غنحل هاد الخياطه هكايا، نحاول نحلها مزيان. صافي هكا، هذه هي القطعه ديالنا. غادي نخليو فيها داك 5 سنتيم اللي قلت لكم. صافي وهذا غادي يتحيد. ما غادي نجيب هاد القطعه هذه، هاد الجهه هذه اللي خارجه هنايا هي اللي كنديرها من جهه الفوق، فهمتي؟ من جهه التركيز، هذا هو التركيز ديالي، كتجي هكايا على هاد الشكل. هاد الجهه هذه اللي هنا خارجه سنتيم، وهذه اللي ناقصه سنتيم كتجي من التحت، كتجي على هاد الشكل. غنحطها حيت انا في الاول راه طراسيتها هنا بالمقلوب، وليت طراسيتها هنايا. انا غادي نقص من هذا، نخلي غير سنتيم، حسب ما كنت كنفصل انا راه خليت جوج سنتيم. صافي غنحطو هنا في هاد الطراسه اللي طراسيت ديال الجيب ديالي هكا، غنخلي داك الطراسه في الوسط. هاد القطع هادو بجوج غنجيب وحده ونحطها هنايا من الفوق باش غندوز بيها بالخياطه مع هادي. كما شفتو راه كنبدا من هنايا، كنبدا من هاد البلاصه هادي، كنبدا الخياطه ديالي رتق مزيان، نمشي عاود لهنا نحبس هنايا. كما شفتو كنحبس هنا، ما كنخرجش بالخياطه لهنايا. صافي غنجيب القطعه الثانيه، غادي نحطها هنايا، نخلي في الوسط غير واحد السنتيم ولا سنتيم ونص. وهاد عندي هنايا واحد 15 ديال السنتيم ديال الجيب، هنا غادي ندخل على هاد الخياطه هذه واحد السنتيم. ما غاديش نبدا، ما غاديش ندير نفس القياس، غنقص من هنا سنتيم ومن هنا سنتيم، هانتي هنايا كما كتشوفوا الخياطه فين راها. هنا عاود غادي نعلم هنا، نكون بعيد عليه واحد السنتيم. كما شفتو هنايا، هنا راه كنمشي كنقطع، كندير هنا بحال المثلث كما كنديرو في الجيب باسكوالي. كنحاول نحل هنايا التوب هكايا، ونقطع هنا في النص. غادي نوصل حد الخياطه ونحاول انني ما نقصش الخياطه ديالي. صافي وهاد الجهه عاود كذلك كنمشي كنقطع حد الخياطه. صافي دابا غنحشي هادشي كله لداخل. يجي يجيب على هاد الشكل هذا كما شفتو هنايا، كنحاول ندخل هادشي هكايا. صافي وغنجي نبدا الخياطة ديالي من هنايا، من هاد البلاصة هادي غنبدا الخياطة ديالي.
وغادي نجي كنخيط حتى نحبس هنا، ومن الجهه الثانيه عاود هكاك غنخيط من هنا حتى لهنايا. نزيدو نخيطو هنايا، نشدو هنايا بالخياطة مزيان باش ما يتسلناش على حساب هاد الذبادة ديال الصوفة، كيبقى يتسل كما كتشوفو. صافي هكا، هدا هو الجيب باسبوال ديالي. هنا من الداخل غادي نلصق له داك الطريفات ديال الدوبلور، هما هادو على حساب عندي انايا. هذا غندير له الدوبلور هاد المونطو، الا كنتو ما ديرولوش الدوبلور ما ديرولوش هاد الطريقه هكا، ديروا هاد الطرف هادو يكونوا كبارين شويه بقياس ديال الجيب ديالكم، جيبوهم دايرين هكايا، ما ديرولهمش هكا تلصقوا هاد الطريفات هنايا باش ما يبقاش باين هاد التشنتيف وهاد الخياطه ديالكم من تكونوا لابسين المونطو. غنجيب القطعة هادي غنحل هادي نلصقها الفوق هكا، الخياطة تكون كتشوف هكا لبرا ماشي لداخل ديال الجيب. هذا هو الجيب ديالنا، غنشدو دابا الخياطه من هنايا وغندورو معها هكايا حتى لهنايا. صافي هادشي هذا، بغيتو ديرو له السورجي ما بغيتوش ما ديروش، على حساب كيكون عنده الدوبلور راه كيكون مغطي هادشي هذا. صافي هذا هو الجيب ديالنا كما كتشوفوا هكا، يجي على هاد الشكل، راه الطريقه ديالو ساهله حتى هو.